خلاص يا كبير، الحكومة رحلت. كنا سامعين ضرب نار واحنا بنصلي في الجامع. الحكومة ضربت اتنين من المطاريد وشالتهم ومشت. العمدة كان وياهم في الحملة دي؟ لا يا حاج، ما شفناهش معاهم. حد من اهل البلد جراله حاجة؟ لا يا حاج، كله بخير الحمد لله وحب على يدك. الحمد لله. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا شباب العمدة في ايه؟ ده تقيل في ايه؟ الحاج عبد الجليل تحت. طب قلتلوش فاهمني ايه؟ اتكسف اقول له كده. طب خد قول له انا نازل. هاي خبر ايه؟ وانا ذنبيه يعني؟ اهلا اهلا. وانا اقول ايه النور اللي بتطلع علينا ده؟ يا سلام، عبد الجليل اخويا الكبير. انا الحاج. اهلا. فضل اخويا. شرفت نورت. اهلا وسهلا. شوف يا ابو واب اخويا، تخابر ان العموديه ما خرجتش من العيله واصل، واننا ورثينها ابا عن جد. ما صحش يتقال في النجع ان في عمده نايم على ودانه ومش دريان باللي بيحصل حواليه. ومين العمده الواطي ده؟ حضرتك اصرف نظر. ايوه، انا لساي جاي من عند مدير الامن. تعرف تقول لي انت ما اشتركتش في حملة المطاريد ليه؟ ما انا كنت بحقق في الحادثة اللي كانت على الطريق الزراعي. تحقق ولا ما تحققش، انا جاي احذرك. لازم يا اخوي تفتح عينيك، تاخد بالك من كل صغيرة وكبيرة بتحصل في النجع، والا العمودية تطير منيك. لا مش هيحصل واصل. انا عملت اللي علي، خد بالك يا اخوي. سلام عليكم. شرفت ونست. مع السلامة يا اخوي. السلامة يا اخوي كبير. السلامة يا حبيبي. هو عمي هيكلمك. اديه ليه؟ امون شلت العمدة برديك. انتبع على خيطك. ما تنحشش منه يا اخوي. بسع بسع. السيد مدير الامن كلفني اني اجيلك بنفسي، لانه واخد على خاطره منك، لانك قصرت في الحمله اللي حصلت على المطاريد، وعايز يسمع عذرك. في الحقيقه عمده، انا قلت له ان اكيد في عذر قوي. ايه ردك يا عمده؟ حادثه الميكروباص والعربيه الناجله اللي حصلت على الطريق الصحراوي واللي راح فيها 12 بني ادم، كنت ساعتها بحقق في القضيه وقبضت على سواق التريلا، ولما عودت لقيت الحمله جدرت. معقوله يا سعاده الباشا اتقاعص مع المطاريد؟ أنا برضو قلت للسيد مدير الأمن إن عمدتنا مش ممكن يتقاعص أو يقصر. ما أنت عارف يا سيادة المأمور، داني ما بنامش. يا مجاهد تحت أمرك يا جناب العمدة. جهز زيارة لسعادة البيه المأمور. بيض يلا جد حيلك امشي. مالوش لازمة يا عمدة. مالوش لازمة ازاي؟ ده تأخيرك علينا يا سعادة الباشا. أمرك يا جناب العمدة. امشي يلا. وعملت إيه في سواق التريلا؟ قبضنا عليه سعادة الباشا، موجود في التخشيبة، وهبعته لسعادتك تحقق معاه عن طريق النيابة. اطمن يا باشا، دبة النملة في البلد انا بعرفها. احنا رجالتك برضه يا سعادة الباشا. طبعا يا عمدة، انا عارف كده كويس
انت واحد من رجالتنا المخلصين. ربنا يسر معاك وبارك فيك، شرفت ونورت وانست. استاذن انا يا عمده. مع السلامه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا غريب؟ تمام يا خالد. بقول لك ايه، نقلة العلف توصل للحج محمود قبل الدنيا ما تليل. هخلص شغلي وراح له طوالي. ما لزمكش حاجة؟ سلامتك يا خالد. صح يا خالد، المعلم فتوح شيعنا لنا فلوس العلف النهارده، اتفضل. طب خليهم لما تجيب كشف حساب الانفار بخصمهم. امرك يا خالد. السلام عليكم. يا عم الحاج. ايه علي، مالك ملهوف كده ليه؟ الواد مندور يا عم الحاج ولد سليم قطع الميه عن الجراطين اللي حلت بقاله يومين، الارض هتموت يا حاج. قطع الميه دي جريمه، اتخبط في نفوخ الولد ده ولا ايه؟ طب وليه يعمل معاك كده؟ عشان ما رضيش ابيع الجراطين يا عم الحاج. طب اسمع، بعد صلاه العشاء تجيني الدار انت وهو، سمع؟ دمها خفيفة على طول كده. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا احمد. كيفك يما؟ زينة يا ولدي. كيفك يا فاطمة وكيف محفوظ جوزك؟ بخير يا اخوي الحمد لله. كيفك يا تهاني؟ بخير يا ولد عمي. والله يا ولدي ما عارفاش هنعيش هنا ازاي وانت بعيد عني في الغربة. أباي غربتي بس ياما، ما انا اديلي 4 سنين اهو بسافر مصر وعاود تاني، والتلفون موجود بكلمك واطمن عليكي. وبعدين ياما مصر دلوقتي ما بقتش غربة. اي مكان تبقى بعيد عني فيه تبقى غربة يا ولدي. وبعد هالك ياماي ان شاء الله يا اخوي تسافر وتعاود بشهادة كبيرة. اهو ذا الكلام اللي يفتح النفس، يسمع من بوقك ربنا يا فاطمة يا اختي. يعني لو سافرت هتوحشك يا ولدي ولا خلاص مستعجل على السفر قوي؟ الا هتتوحشيني طبعا يا اما، هتتوحشيني قوي قوي. انت بس دعيلك ده يا حاجة ان ربنا يوفقني واكمل علامي علشان ما نضيعش المشوار ده كله على الفاضي. دع عيالك يا ولدي، ربنا يوفقك وينصرك وينور طريقك ان شاء الله. تسلم ياما. طيب اقوم انا الم الكراكيب بتاعتي بقى عشان اجهز نفسي بالاذن. سلام عليكم يا ابوي. روح اجيب شاي غوري. ايه سلام عليكم دي؟ ايه دي الحياه دي؟ ايه الرمايه دي؟ انا سلام عليكم ايه؟ حتى تقول لابوي سلام عليكم كده؟ احترمني يا اخي، مش عشان ابوك، عشان العمده. حاضر حاضر يا جناب العمده. تصدق بالله انك ناقص ربايه وما عرفتش ربيك؟ ليه بس يا جناب العمده؟ تعال ترزق جنبي هنا. امر يا جناب العمده. قول لي بقى مالك؟ لو ابوزك كده ليه؟ يا ابوي اللي بيحصل في النجع دي ما يعجبش الخلق اصلا. وايه اللي بيحصل في النجع؟ النجع كلها مشاكل، وانت العمدة يا ابوي ناس يا ملوك وروح العم عبد الجليل. ليه؟ لاجل ما يحل لهم مشاكلهم ويصلح بناتهم. وازاي يا ابوي؟ ازاي يا ابوي؟ زعيك لك عشيه قدامي وانت ساكت ليه؟ هو عم عبد الجليل دي هيوكلنا ولا ايه؟ اخرس يا جليل الربايه. عمك اللي بتتكلم عنه ده يبقى اخوها الكبير، ومش معنى انه تنازل عن العموديه ابجال اخوه الكبير، ومن حق اهل البلد يروحوا له. على الاقل ابقى مستريح. راح فين يا ولد؟ هنهملك يا بوي، هنهمل
انك تنعس او ترتاح شوي. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص نويت يا باشمهندس؟ بكرة الصبح إن شاء الله. أنا هنزل وياك مصر. خير يا أبوي؟ لا خير إن شاء الله، منها أطمن عليك ومنها أخد لك شقة تانية تليق بيك. وعلى يا حاج؟ أنا كنت ناوي أقعد في نفس الشقة اللي كنت قاعد فيها السنين اللي فاتت. لا السنة دي غير، يا آخر سنة باشمهندس، ولازم أن تكون مرتاح على الآخر. ربنا يخليك يا حاج، بس يعني ما كنتش عايز نتعبك ويايا. ما انا ممكن اخد شقه ونبقى نقول لك. انا عايز اجي معاك اونسك واطمن عليك بصراحه، عايز اخلع من امك يومين. لا اذا كان كده يبقى رجلك على رجلي. ماشي. غريب امرك يا خال. بكره ان شاء الله تنزل تشق على الرجاله في الارض وتعاود تطمن وتشوف طلبات الحاجه، لانها اكيد هتبقى زعلانه لفراق احمد. اطمن يا حاج كانك موجود بالظبط. تصبح على خير وما تسهروش كتير. حاضر يا ابوي. تصبح على خير يا حاج. الا قول لي يا ابوي، مين الراجل اللي وصل العلف لحد عندنا في المزرعه النهارده؟ ده الغريب ولد اخت الحاج عبد الجليل، وهو مربيه من صغره كيف ولده تمام، اكمنه يعني يتيم والديه، بس الشهاده لله جدع زين وراجل مفيش زيه واصل. عشان كده الحاج عبد الجليل مسلمه الشغل كلاته وعمله دراعه اليمين. كيف ما انت دراع اليمين كده؟ دراعك اليمين؟ مش بس كده، دراعي ورجلي اللي بمشي عليها. راحت ولا جت مسرها البيت جوزها، ربنا يبعت لها ابن الحلال. ازيك يا حلمي؟ حلمي عبد الموجود القناوي. شلاه يا سيدي عبد الرحيم. شلاه يا سيدي عبد الرحيم. ازيك يا احمد عبد الجليل؟ ليك وحش كبيره قوي قوي قوي. انت اللي ليك وحشه والله. لا وحشنا اكثر لما نتخرج السنه دي. ليه احنا مش هنتقابل لما نتخرج؟ هي عشره يوم يا احمد. بقول لك ايه، انت خطبت بنت عمك ولا لسه؟ لسه يا حلمي لسه. اوعى تنسى يا احمد تعمل الفرح وتعزمني. ها اوعى تنسى. وانا معقول معقول هنساك انت برضه يا حلمي؟ امال مين اللي هياكل الوكل بتاع الفرح؟ ما تيجي اما نخش نشوف ايه الاخبار السنه دي. يلا. صباح الخير. ايه يا بنتي ليه التاخير ده كله؟ مش حلو. شفت الصاروخ اللي قعد ده؟ صاروخ؟ لما نشوف، ما انا عارف ذوقه. صاروخ ايه بس يا ابني؟ دي البت دي اللي هتقش السنه دي. واضح حالها سعيد ان الدفعه الجديده دي حلوه قوي. خد يا محسن خلي الكتاب ده معاك. صباح الخير. عرفك بنفسي، انا بقى ناجي شكري. احمد اهلا. ازيك؟ اهلا. ازيك انت؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله يا مها الحمد لله.
على فكره انا اتصلت بيك في البلد عشان ابارك لك لما عرفت ان انت طلعت الاول، ومامتك ردت عليا. ايوه ايوه، ما هي قالت لي كتر الف خيرك. الف مبروك يا احمد. الله يبارك فيكي. طبعا اذنك. اتفضلي. قول لي يا حلمي، مين دي؟ دي سارة. يا بني ادم انا عارف انها سارة اللي كنت واقف معاها، بقول لك على اللي واقفة ورايا دي مين؟ دي مها. انت هتشلنا يا حلمي؟ ما انا عارف مها زين، بقول لك بقى اللي واقفة مع مها. معرفهاش. وبعدين انت كنت واقف مع مها، ما سألتهاش ليش؟ وطي صوتك. بيني وبينك كنت عايز اسال بس يعني كسفت. بقول لك ايه، ما تقوم انت، او انت ما عندكش دم تتطقص وتشمشم وتعرف ايه الحكايه؟ شمشم؟ حاضر. يا اختي مها، اختي مها. صباح الخير. صباح النور. وحضرتك معانا هنا؟ دفعة سنة أولى. لا أنا رابعة. رابعة؟ رابعة كيف وأني ما شفتكيش هنا قبل كده؟ أصل أنا وأهلي كنا في الكويت ولسه جاية جديد. في الكويت. أهلا وسهلا. وأنا أقول يعني الكلية منورة لي. ده الكلية اتشرفت بيكم والله. عموما انا قديم في الكليه، لو عايزه اي حاجه اي حاجه انا تحت امرك. ميرسي قوي قوي، فرصه سعيده. انا اسعد. انا نهله سلامه. وانا احمد عبد الجليل. اهلا وسهلا. تفضلي. بس جبت لك كل اخبارها. نهله سلموني، كانت عايشة هي وأهلها في الكويت، ومنقولة السنة دي هنا في سنة رابعة، صح؟ برافو عليك، عشان تعرف إن أنا ما بخلش عليك بأي حاجة. أنا مش عارف من غيرك كنت أعمل إيه يا حلمي، ككبوي. بحس كده إنه إنسان مختلف. بحس إنه جواه صدق مش موجود في ناس كتير قوي اليومين دول. مش عارفة، مش عارفة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده إعجاب بقى. ما بقولك مش عارفة. بس يعني بيني وبينك لما بشوفه بحس كده ان انا فرحانه ومبسوطه وقلبي مزقطط، رغم ان انا ما اعرفوش غير بس ساعات. ما ثانيه واحده. احمد عن اذنكم، ممكن اطلب منك طلب؟ تحت امرك. ما انا سبق وقلت لك اني تحت امرك في اي طلب. أموري. أنا عايزة أقعد معاك شوية. عايزة أقعد معاك عشان يعني طالبة كده إن أنا أعرف حاجة منك يعني. خير؟ كان في نقطة أنت بتتناقش فيها مع الدكتور حمزي أنا ما فهمتهاش، ممكن تفهمني؟ طبعا ممكن، بس كده؟ بس كده؟ طب تحبي نقعد فين؟ هنا في المكتبة ولا نروح الكافيتيريا أحسن؟ الكافيتيريا أحسن. بس على شرط انا اللي عازمك على الشاي. ماشي الكلام. ماشي الكلام. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عند الراجل وقال لي لو عدى عليكم اشوف القرشينات اللي عنديكم. القرشينات؟ ماشي يا عبد البر، وصل اللي عايز تقوله. كتر خيرك، بالسلامه انت. طيب ما تعوجيش. لا مش حوق.
المره اللي فاتت سبتك تفلتي من ايدي من غير ما نتعرف، المره دي بقى مش هسيبك غير لما اتعرف. واللي مش عايز يتعرف اقول لك ايه؟ ما تجربيني، مش جايز يطلع دمي خفيف. صدق ان انت قليل ادب. اوقف هنا، اظن لحد كده وكفايه. ايه اللي حد كده وكفايه؟ قله الادب يا اخي، قله الادب. ايه سمعني كده بتقول ايه؟ يا ناجي انت كل حاجه فيك ناقصه حتى سمعك ولا ايه؟ انت بتدافع عنها بأمارة ايه يعني؟ يا اخي دي زميلتك، يا اخي زميلتك في كليه واحده، يعني المفروض انت اللي تدافع عنيها مش انت اللي تضايقها. وهي عينتك المحامي بتاعها ولا انت بتتطوع منك لنفسك كده؟ اسمع يا ناجي، انا طول السنين اللي فاتت دي وانا ساكت عليك وعلى عمايلك السودة، لكن ثلاثة بالله العظيم اخلي سنتك مطينة بطين. ايه هتعمل ايه يعني؟ اعمل كتير يا ناجي، اعمل كتير. ايه روح يا شيخ، روح. خلاص يا احمد، مش كده، ليش سيبك مني. معلش يا نهلة، انا اسف على اللي حصل. ده انا اللي اسف على اللي حصل. مش هتشيل بينا ولا ايه يا احمد؟ حن يلا بينا. معلش مش عارف اشرح لك حاجة، قال لي مزاجي. الله يقل مزاجه. مزاجك هيتعدل وهيبقى عالي العال. انا النهارده عيد ميلادي وعزمكم كلكم عليه. كل سنه وانت طيبه يا نهوله. وانت طيبه حبيبتي. والفيلا ما تتوهش، فيلا سلموني في الجزيره الوسطى في الزمالك. والواكل اخباره ايه؟ واكل وشرب وكل حاجه. طب تعالى اوصلك، عن اذنكم. متاخروش. باي باي. بصراحه انا مبسوطه قوي من اللي حصل ده. اشمعنى يعني؟ عشان اول مره في الدنيا دي حد يدافع عليا بالشكل ده. وانا بصراحه ما كانش معقول اشوفه عمال يضايق فيك كده واقف ساكت بس. ايوه بس. طيب مستنياك النهارده بالليل، ما تتاخرش. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. خطوه عزيزه يا جابر. يعز مقدارك يا عم عبد التواب. هو مفيش حد هنا من اهل الدار ولا ايه؟ بيعمل واجب عند الناس جيراننا. عقبالك يا جابر. عن قريب ان شاء الله. خد امسك دول. فلوس ايه دي يا جابر؟ دي الفلوس اللي طلبتها من جرجس. وانت عرفت منين؟ مفيش حاجه تحصل في النجعه ما عرفهاش خابر حاجتي زين. انا جابر. وبعدين ازعلان منك يا راجل يا طيب؟ معقول ما تتزنك في قرشين كده ولا كده تمد يدك للناس؟ وين جابر؟ وين ولدك؟ انت كان مفروض تقول لي على طول، لكن معلش اني لما عرفت جيت لك طوالي وقلت الجرجس ينسى الموضوع ده من اساسه. بس يا جابر، جرجس كان حيصبر عليا في الرد وانا ما خبرش ظروفي، متى حقدر اسدد؟ خد راحتك يا عم عبد التواب، واني خدامك، ولو عايز قدهم 10 مرات مد يدك خد الفلوس. طيب يا سيدي كتر خيرك، تفضل الشاي. يدوم. قل لي يا عم عبد التواب، جميلة في حد في النجعة عم يتكلم عليها؟ لا يا ولدي، لسه نصيبها ما جاش. وبيني وبينك البت واقفة جنبي في شغل المزرعة، وأنا بعتمد عليها في الصغيرة والكبيرة. أيوة بس الجميلة ما بقتش صغيرة ولا في سنها دلوقت، بقى عنده عيال. إيه؟ عندك عريس لها ولا إيه يا جابر؟ أنا يا عم عبد التواب قلت إيه؟ نقرا الفتحة. اكتهي على طول من غير ما ناخد رأي البت. ومن ميت يا عم عبد التواب بنسأل البنات في حاجات زي دي؟ لا يا جابر يا ولدي، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، وانا اللي بيني وبين جميلة عمار ما قادرش اكسر بخاطرها. اديني فرصة اسألها وارد عليك. بس ما تطولش عليا، لحسن انا مستعجل، مستعجل قوي قوي. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. طب اني ماشي ومستني الرد. شرفت وانست. فين ومقام سيدي عبد الرحيم القناوي؟ ما انت منقول من هنا. الف مبروك يا عم، الف مبروك. بالاسم
غريب، كيفك يا غريب؟ كيفك اخت خالي؟ هي اذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكه ولا ايه؟ لا اني كنت جاي لمصلحه وربنا قضاها ضلوك. الحمد لله. نشوفك يا رجل يا طيب. الله كان زمانه في المستشفى، بس انا كان زماني في الجسم. بعد الشر عليك للدرجه دي؟ انا عزيز عليكي قوي قوي يا بوي، وبطرتني كمان. يا بختك يا احمد، فينك يا غريب؟ فينك تيجي تشوف وتسمع؟ مين غريب ده؟ اخويا. هو يعني مش اخويا اخويا، انما هو ابن عمتي بس متربي معايا، وهو بقى الوحيد اللي في البلد اللي بيسالني عن مصر واحوال مصر. ولو حكيت له اللي انا شايفه في الحفله دي ممكن يطب ساكت. يطب ساكت ليه بس؟ دي حفله عاديه قوي. أنا مش بتكلم عن الحفلة، أنا بتكلم عن أصحاب الحفلة. هم حلوين بعقل، دول حلوين قوي وطعمين قوي وناعمين قوي قوي. يا بوي. يا بوي، دي بقى هي اللي بتجنني. أقولها لك تاني؟ يا نونة. نعم يا ماما. يلا يا حد عشان نطفي الشمع، الضيوف منتظره. يلا اتفضل. يلا اتفضلي اتفضلي. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to نهلة، happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة. جابر، كيفك يا عم عبد التواب؟ ايه هنتحدث على الباب؟ مش هتقول لي اتفضل؟ حدك ضيوف. اتفضل يا جابر، مفيش حد غريب، ده عمك الحاج عبد الجليل ومعاه الغريب. اتفضل اتفضل. عبد الجليل كويس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيفك يا عم؟ اهلا اهلا جابر، كيفك يا ولدي؟ كيفك يا غريب؟ كيفك انت يا جابر؟ أنا زين والحمد لله. وزين انك جيت دلوقتي يا جابر. ليش لما تقرا الفاتحة ويانا؟ فتحة الغريب. فتحته على مين ان شاء الله؟ هيكون على مين؟ على عبد التواب، على بنته جميلة. كلام ايه ده يا عم؟ وبعدين جميلة في ناس متكلمين عليها، ولا ايه رأيك يا عم عبد التواب؟ انت صح حددتني في الموضوع، بس انا وانت قلت هترد علي، فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر لما جيت لك لما كنت طالب مني فلوس عشان عمي عبد الجليل عايزها منك تمن نقلة العلف، فاكر ولا ايه؟ فلوس ايه وعلف ايه؟ ما توضح كلامك يا جابر. اصل بصراحة حج، انتوا بقالكم مده بتشيعونا العلف واحنا ما بنسددش، فانا كنت ناوي استلف قرشين عشان نسدد جزء من الدين. ما هو برضه الواحد لازم يكون في وشه شويه دم. لا ما كانش العشم يا عبد التواب، ده احنا اهل يا راجل، ده انا بعت لك كل اللي تحتاجه وتبقى تسدد براحتك. بكفاياك اللي عملته يا حج، وهي المزرعه بدأت تشد حيلها وكلها شهرين ونسدد كل اللي علينا. قد ايه المبلغ اللي اديته لعمك عبد التواب يا جابر؟ مش فاكر يا عم، بس يعني عمي عبد التواب حيبقى بمرتي وما فيش بين الاهل حساب. قد ايه المبلغ يا عبد التواب؟ 600 جنيه. غريب،
ادي الجابر 600 جنيه. امرك خير. تفضل يا جابر. التواب قتلنا جميلة. اللي تشوفه حج. يا جميلة 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 تعالي يا بنتي. نعم يا بوي. كلمي عمك الحج. حاضر. لا يا بنتي. نعم يا بنتي الحج. شوفي يا جميلة، جابر ولد العمدة والغريب ولدي، يشرفهم نسب أبوك يا عبد التواب، ولأجل موفر عليه الحرج قلت نسأل صاحبة الشان، وانت عارفة ان القبول شرط الموافقة، قلت ايه؟ احنا من ميتة عم بنسأل البنات في الحاجات دي، هي دي الأصول بردك. انت جاي تكلمنا عن الأصول يا ود؟ هي الأصول اللي انت عملتها؟ الأصول انك تطلب يدها من ابوها وانت بتسلف الفلوس بتلوي دراعها يعني؟ موافقة على جابر؟ موافقة على الغريب؟ بتشوفه يا ابو الحاج. يعني موافقة على الغريب يا جابر. ألف مبروك يا بنتي. ايه يا جابر؟ مش هتقول لي مبروك ولا ايه؟ مبروك يا غريب. مبروك. كمل، انا عايز اسمع كل حاجة. ما هو تقريبا انا قلت لك كل حاجة. ما عدا ايوه، هي ما عدا دي بقى اللي انا عايز اسمعها. تهاني. مين تهاني؟ اختك؟ لا مش اختي، تهاني بنت عمي. مالها تهاني بنت عمي؟ يعني انت عارفه تقاليد الصعيد، يعني من زمان من واحنا صغيرين خالص حسبونا على بعض. يعني ايه؟ بقول لك حسبونا على بعض يعني بحكم المخطوبين يعني. يعني هتتجوزها؟ لا طبعا. ودي لا؟ لان انا حياتي دلوقتي اتغيرت خالص خالص. بعدين بقيت احس بحاجات كده، حاجات عمري ما حسيتها قبل كده. يا ترى بقى مين اللي غيرت لك حياتك كده؟ حاجة دي تبقى مصيبة لو هي مش حاسة. طب ولو طلعت حاسة وحاسة بأكتر من كده كمان؟ هبقى أنا أسعد إنسان في الدنيا. أنا بغرق. إني أغرق أغرق أغرق. أنت اتخوضت في نافوخك يا بت؟ أنا مش جاي لك 100 مرة، ما تهوبيش هنا. وحشتني يا جابر. وإيه كمان؟ وأنا اللي قلت أجي أطمن عليك. قول يا بت، عايزة كام مخلصيني؟ اخس عليك يا جابر، هواني برضو بتاعت الكلام ده. يا بت انا مش ناقص الحديد ده، قولي عايزة ايه مخلصيني؟ وانا اللي قلت اجي عشان اقول لك على خبر يفرحك. خبر ايه؟ خبر ايه يا وش الخير؟ اني
أنا حامل. مبروك مبروك عليكي وعلى أبوه. وأنا مال يا بت؟ مالك؟ مالك يعني؟ ما أنت أبوه يا جابر. أبوه؟ أنا أبوه؟ وحزانة صدق الحديد ده يا بت؟ قطع لسانك، هو أنا برضو من إياهم يا جابر. أعوذ بالله، وأنت وشك دي؟ اسمع يا بت، اكتم يا بت، قلتوني ياهو، اكتم يا بت، حطوني على كل حاجة، اكتم يا بت، كل حاجة، اكتم يا بت، اكتم يا بت، قلتوني ياهو، اكتم يا بت، اكتم يا بت، اكتم يا بت، اكتم، حطلك يا راي، حطلك رايح يا سلام يا حلمي، تعرف ان امتحاني النهارده امتياز؟ صح يا احمد، زي ما بيقولوا اختمها مسك. معقولة نعم قاعدة في النجمة لحد دلوقتي؟ هي جاية هناك اهي يا جماعة. الله، هي مالها؟ ايه يا ستي ده كله؟ يعني لازم الامتياز؟ طمنينا عليك، عملتي ايه؟ الحمد لله كويس. طب احنا انتنينا واقفينك ده؟ ما تيجي نقعد في الكافيتيريا؟ معلش يا حلمي روحوا انتوا، انا لازم اروح. طب نستعجل يا جماعة، هنسبق احنا، يلا بينا. طب يا حلمي ماشي. ايه خير يا نهلة، مالك؟ ولا حاجة، شوية صداع يا احمد، عايز اروح. لا تروحي ازاي؟ وانا مش معقول اسيبك تروحي وانت كده. معلش عشان خاطري سيبني النهاردة براحتي. اسيبك ازاي؟ بقولك مش معقول اسيبك كده. من فضلك يا احمد. من فضلك انتي. طب اسمعي، ما تيجي نروح نقعد في اي حته. هو ده بقى اللي مضايقك؟ يعني معقوله بعد كل اللي بقوله لك ده وتسال سؤال زي ده؟ شوف يا نهله، انا كان في كلمه في قلبي عايز اقولها لك بس لساني ما قدرش يقولها، انما انا هقولها دلوقتي. انا بحبك يا نهله. هي دي المشكله، المشكلة ان انا كمان بحبك ويمكن اكتر ما انت بتحبني كمان. بس وبعدين؟ وبعدين ايه؟ خلاص امتحانات قربت تخلص، معنى كده ان انت لازم تسافر بلدكم وتنفذ رغبة اهلك وتتجوز بنت عمك. لا، ما انا قلت لك ان ده مش هيحصل. ايوه مش هيحصل، حتى لو ما عودتش النجع تاني. والحل؟ الحل اننا نتجوز، ولو قلتي ايوه يبقى نتجوز دلوقتي. ده نبقى مجنون لو سبتك تضيع من يدي. وانا ممكن يجرالي حاجة لو عشت بعيد عنك. طب اسمعي، حددي لي ميعاد مع فوزي بيه في اقرب فرصة، بس خليكي عارفة ان انا مش هقدر اجيب حد من العيلة دلوك بكتير، ويعني ممكن اجيب معايا الوقت حلمي. من ناحيتي ما تشغلش بالك خالص، بابي بيحبني مش هيرفض لي اي طلب، بس دور بقى والباقي على اهلك انت، يا رب ما يحصلش اي مشكلة بينك وبينه. لا مشكلتي ايه؟ ده انا متاكد ان ام واختي هيفرحوا لي جدا. انا مش بتكلم على مامتك واختك، انا بتكلم على باباك. مش عايزه يعني لما تفتح معاه الموضوع ده اكون انا سبب في اي مشكله بينكم. لا لا، مشكلتي ايه؟ مشكلتي اللي ممكن تحصل بيني وبين ابويا. ما اظنش، ان شاء الله ما فيش اي مشاكل هتحصل. معلش يا عمي اعذرني، انا ملخبط شويه، بس يعني انا هخش في الموضوع على طول. انا طمعان في نسبكم الشريف، ويسعدني اني اتقدم واطلب
ايد الانسه نهله بنتكم. انا اهم حاجه عندي سعاده بنتي، وانا نهله كلمتني عنك كتير الحقيقه. انت راجل يعني كويس، يعني اي عيله تتمناك لبنتهم. لكن قولي يا باشمهندس، امال فين اهل حضرتك؟ هو مش المفروض في مناسبه زي دي، وطبعا انت راجل صعيدي وتعرف في الاصول كويس قوي، ان اهلك يكونوا موجودين في مناسبه زي دي؟ الحقيقه يعني اهلي في البلد في ظروف يعني ما تسمحش ان هم يجوا معايا، انما ان شاء الله لو حصل نصيب هيبقوا موجودين طبعا. ماما هي يا باشمهندس، ناوي ان شاء الله بعد التخرج تشتغل في وظيفه ولا هتشتغل عمل حر؟ والله يا استاذ رأفت انا طموحي انه افتح مكتب هندسي يعني، بس طبعا الكلام ده مش هيكون بين يوم وليله. انت يا ابني ممكن تشتغل معايا في الشركه لحد ما يبقى عندك مكتب، وانا عارف انك من الاوائل على دفعتك، يعني هتفيدني. ده شيء يشرفني طبعا يا عمي، ان شاء الله هفكر. الحقيقه انا كل اللي بفكر فيه هو موافقتكم على ارتباطي بالباشمهندسه نهله. أنا شخصيا ما عنديش مانع، بس ما تأخذنيش يا ابني، لازم يبقى معاك حد من العيلة، والدك عمك، علشان يعني على الأقل نتعرف بيهم ونسمع مباركتهم للجوازة دي، ولا إيه؟ إن شاء الله يا عمي إن شاء الله. ما تزعلش مني يا ابني، هي دي الأصول، وانتوا يا اهل الصعيد بتفهموا في الاصول كويس. تعيش يا عمي، انا بس بستاذن حضرتك لو كان الوالد عنده ظروف يعني تمنعه انه يجي ممكن اجيب عمي، انما باذن الله في الفرح الكل هيكون موجود. حقيقة مش عارف اقول لك ايه يا ابني. قول على بركه الله. على بركه الله، وان شاء الله انا مستنيك انت وعمك. متشكر جدا يا عمي. بالعسلامة يا ولدي. الله يسلمك يا ابوي. جد بيتك؟ جد الوقت. وتأخرت لي، كان لازم انتاجي من كام يوم. معلش يا ابوي، كان عندي شوية حاجات مهمة في مصر قلت اخلصها وواجي. الحمد لله على سلامتك يا احمد. تعال اقعد. شفت امك؟ لا يا ابوي، الحقيقة لقيتها نايمة، قلت مفيش داعي اصحيها، وان شاء الله المره الجايه ابقى اشوفها. المره الجايه؟ هلا انت مش قاعد معانا ولا ايه؟ لا يا ابوي، الحقيقه مش هقدر اقعد، في حاجات مهمه في مصر لازم اعاود عشان اخلصها. انا بس كنت جاي يعني علشان اكلمك في موضوع مهم. موضوع مهم؟ ايه هو الموضوع اللي جابك في نصاص الليالي ومخليك تعاود تاني من غير ما تشوف امك؟ انا عاوز اتجوز. ايه؟ تتجوز؟ امرك غريب يا احمد، جاي دلوق تتجوز تاني بنت عمك وتعاود تاني لمصر؟ طب فهمني اتصرف كيف؟ اقول ايه لعمك؟ يا ابوي يا ابوي، انا مش عايز اتجوز تهاني بنت عمي. وليه؟ مش هتتجوز تهاني بنت عمك؟ ايوه يا ابوي، انا نويت اتجوز واحدة من مصر، زميلتي في الجامعة. طب ما دام نويت جاي لي ليه دلوق؟ جاي اقول لك يا ابوي، جاي استسمحك واطلب رضاك، وكمان علشان تاجي معايا عند الناس تقابل اهلها. تتخوت في عقلك يا ولدي؟ اتجننت ولا ايه؟ ما فكرتش في اللي هيحصل بالجوازه اللي انت ناوي عليها دي؟ ما فكرتش في ابوك؟ فكرت يا ابوي، فكرت في حاجات كتير قوي، بس كمان فكرت فيا انا وفي مستقبلي، فكرت في سعادته وفي سعادة الانسانة اللي ارتبطت بيها وحبيتها. حب ايه يا باشمهندس اللي انت جاي تتكلم عنه؟ حب ايه؟ لا فوق يا احمد،
ما تضيعش اللي بنيناه في سنين طويلة بالجوازة اللي انت ناوي عليها دي. كلامك على راسي من فوق يا ابوي، بس انا وين من ده كله؟ ما فكرتش فيه يا ابوي؟ ده انا ولدك، ليه هربط مصيري بمصير انسانة؟ كنا عايشين مع بعض طول عمرنا زي الاخوات. بالذمة يا ابوي ده يوجعك. وايه العدل في نظرك يا باشمهندس يا متنور؟ العدل يا ابوي ان اتجوز الانسانه اللي فيه بينا وبين بعض تفاهم، الانسانه اللي فيه حاجات كتير تربطنا ببعض. ده عمر يا ابوي، عمره هنعيشه سوا. كلنا اتجوزنا كده وعشنا وكان بينا موده ورحمه وجبنا اولاد، زرعنا فيهم حبنا للبلد دي، للتقاليد دي، للأصول دي. انت اللي هوى مصر يظهر كان شديد عليك، ما تحملتوش. اسمع كلامي يا ولدي، وفر عليك وعلينا سنين عذاب طويلة هنعيشها. اسمع كلامي مرة انت يا ابوي، مرة واحدة حاول تفهمني يا حاج. يا حاج ده انا تعذبت كتير جوا على ما قدرت اخد القرار ده. احب على يدك يا حاج عبد الجليل، اوقف جنبي. اقف جنبك لاخر يوم في عمري، لكن بالاصول انبه. ايه البنت المسكينة دي اللي ربطت مصيرها بيك وقاعدة تفكر ليل ونهار في اليوم اللي هتعاود فيه لجل تتجوزها، ذنبها ايه؟ لا انا ولا هي ليها ذنب يا حاج في كل اللي بيحصل ده. لا انت ليك ذنب، انت جاي ومفكر ومصمم على اللي في دماغك ولازم انت تنفذه. غلط اللي في دماغك، غلط واللي جاي تنفذه غلط. مفيش فايدة. ولاخر مرة بقولها لك يا احمد، ارجع عن اللي في دماغك واسمع كلامي. مش هقدر يا ابوي، معلش انا اديت كلمة الاهل. يبقى خلاص لازم أن تكون كد كلمتك. روح شوف صالحك. يعني خلاص يا ابوي هي دي النهايه؟ انت اللي اخترت. طب اخش اسلم على امي؟ لا مش داعي، سيبها نايمه المسكينه تحلم باليوم اللي كنت اتعاود فيه وتفرح بيك. عايش في خير. سلام عليكم. قلبي غض
صبران عليك يا ولدي ليوم الدين. اقعدوا يا رجالة اقعدوا. اسمعني يا ابو هاب، وانت كمان يا جابر، اسمعوني يا رجالة، انا جاي دلوقتي لاجل احل اخوي من اتفاقنا زمان ان بنته تبقى لولدي، واللي يرضيه واللي يطلبه انا رقبتي سداده. قلت ايه يا ابو هاب؟ قلت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت اخويا الكبير واللي شايفه صالح يمشي على الكل وانا اولهم. يعني ايه الحديد ده ابوي؟ ايهملها او هنعديها كتير؟ لا ابوي احمد حط راسنا في الطين وهيخلي سيرتنا على كل لسان. اسكت يا جابر اسكت، احنا عيله واحده، ما تفرجش علينا الناس. الناس خلاص اتفرجت علينا يا ابوي، واللي عمله احمد ده لا يمكن يعدي من غير تمن. انا جيت لحد عنديكم يا جابر للطرد يا وعكس تنسى اني عمك. مقامك محفوظ يا عم، بس الحكايه دي الوك بيني وبين احمد. احمد اللي بتقول عليه ده يبقى ولدي، واللي يمسه يمسني. اسكت يا جابر كفاياك كده، ما تولعهاش نار يا ولدي. نار؟ مش انا اللي ولعتها يا ابوي. احمد غلط صح، كان انا طردته من الدار ومن نجع كلاته، وقلبي غضبان عليه لاخر يوم في عمري، وجيتكم وانا راضي بحكمكم وافتكر ده كفايه. لا مش كفايه يا عم. نوع على ايه يا جابر؟ حكت له يا عم، لو حتى راح اخر الدنيا حنجيبه واخد بطاري منه. اسكت يا جابر اسكت، اعمل حساب لعمك وليه وللناس كلتها. هو اللي ما عملش حساب لحاجة واصل. اسكت يا ابو اسكت بقول لك. خدنا ايه من السكات؟ كفاية اسكت عاد. اعجل يا ولدي. اعجل ايه يا ابوي؟ اعجل ايه بعد اللي حصل؟ احمد حط راسنا في الطين يا ابوي. اخرس شوت اللي بتقوله ده يمش اختك، واختك اشرب بنت في الدنيا. اسمعني يا ابو هاب، اسمعوني كلكم يا رجاله، احمد ولدي مهما حصل، واللي يفكر يأذيه هيفتح على نفسه باب، ربنا وحده هو اللي يعلم انه مش هيتقفل واصل. شرفت مؤنسكم يا رجال. انت اتجننت يا ولد؟ كيف تكلم عمك بالشكل ده؟ خلاص يا ابوي، اللي حصل حصل، واللي جاي ما عادش ينفع الحديد فيه. انت مش هتخرج من الدار. ده انا هخرج يا ابوي، والاول مره هنكسر كلامك، يعني هنخرج ومش راجع تاني الا وراس احمد على يدي. جابر جابر
أنت تكلمت مع عم فوزي تاني في موضوع شغلي؟ أيوه. يعني إيه أيوه؟
وانا مش قبل كده قلت لك ان دي مشكلتي لوحدي وانا اللي لازم احلها لوحدي. لا مش مشكلتك لوحدك، لان انا بدفع ثمن معاك. يعني ايه بتدفع الثمن دي؟ انا ما قصرتش معاكي في حاجه. كفايه ان انت طول النهار مكشر في البيت، انا ذنبي ايه في الحكايه دي؟ ذنبك انك مراتي. على اي حال ما تزعليش نفسك، بس يا ريت يا نهله من هنا ورايح. مشاكلنا ما حدش يقدر بيها غيرنا. والله مشاكلنا دي ممكن تتحل في منتهى البساطه. تتحل يا ست؟ ما قلتش لا، بس الحل يبقى من عندي انا مش من عند حد تاني. وانا وانت ايه؟ مش واحد يا احمد؟ لا مش واحد، انا راجل وانت ست. انا اتربيت على كده يا نهله، راجل البيت هو اللي يحل مشاكل البيت. للاسف مش في كل الحالات. قصدك ايه؟ قصدي انت عارفه كويس قوي. طب يا ريت اكون فهمت غلط. للاسف اللي انت فاهمه هو اللي صح. كده يا نهلة. طب شوفي بقى يا بنت الناس، لازم تعمل حسابك انك هتعيشي معايا على قدي، ومش كده وبس، لازم تعرف كمان ان هرتب مكان تاني غير الفيلا انه علشان نعيشوا فيها وبالمستوى اللي اقدر عليه. ده شرط الوحيد يا نهلة علشان نقدر نكملوا مع بعض. قلت ايه؟ قلت ان انا بحبك ومتمسكة بيك لاخر وقت، بس كمان يا احمد ما تطلبش مني ان انت تسكنني في شقة فوق السطوح وعايزني اوافق، وفي نفس الوقت انا مش بطالبك ان انت تعيش في فيلا زي اللي بابي عملها وقعد يشقى سنين عمره كلها عشان يعيشنا فيها. انا بطلب منك شقه متوسطه بسيطه نقدر نبتدي بيها حياتنا، ولحد ما توفر الشقه دي انا مش هقدر اسيب بيت بابي. عن اذنك. هتفضل سرحان كده ومش حاسس بيا خالص؟ ايه؟ ايه يا نهلة؟ في ايه؟ في ان انت مش معايا وده بقى كتير قوي. ايه هو اللي بقى كتير وقليل؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حياتنا مع بعض يا احمد. انت يا اما سرحان، يا اما بتقرا في مجلات وجرايد، يا اما بره البيت، يا اما مش معايا. تقدر تقولي احنا بقالنا كام شهر دلوقتي متجوزين؟ قعدت تقولي عايزه اعتمد على نفسي، اعتمد على نفسي، ولغايه دلوقتي لا شغله ولا مشغله. بصراحه انا تعبت وما بقتش قادره استحمل. ده انت اللي الحياه معاكي بقت مستحيله. بقى معقول؟ معقول انت نهله بتاعت زمان الرقيقه الجميله؟ انا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق، ولا عارف ايه اللي غيرك بالشكل ده. خلاص بقيتي على طول عايزه تزعجي معايا وتهدميني بالشكل ده. ما غيرتش، انت اللي اتغيرت. مش انت البني ادم اللي انا حبيته واصريت اني اتجوزه رغم كل شيء؟ قصدك رغم كل الفروق اللي بينا؟ ما تقوليها، ما تقوليها يا نهله. ما انت خلاص بقيتي على استعداد تقولي اي حاجه وتدوسي على اي حد. الكلام ده مش حقيقي. انا اللي مصدومه فيك. انا كنت متصوره ان حياتي معك كانت هتبقى حاجه تانيه خالص، بس للاسف اكتشفت ان انا عايشه في وهم ملوش اي اساس من صحه. اسمعي بقى يا بنت الناس، احنا زي ما دخلنا بالمعروف نفترق بالمعروف. شايفة بلم هدومي وسايب البيت. أقدر أعرف هتروح على فين؟ والله ما أعرفش، هروح أي حتة، أي حتة لغاية ما أعصابك تهدى وأنا كمان أعصابي تهدى. أحمد أنت شايف إن هو ده الحل؟ إذا كان عندك حل تاني أحب أسمعه. يا أحمد أنا ما كنتش عايزة الأمور توصل بينا للدرجة دي. وهي وصلت، وصلت والسلام.
بس ما تنسيش يا نهله ان انت اللي ابتديتي. احمد انت لو مشيت دلوقتي هيبقى حاجه مش كويسه. انا لو مشيت دلوقتي وسبت البيت ده مش عاوده تاني. انت بتهددني يا احمد؟ ما تحيرنيش يا بنت الناس، قولي لي عايزه ايه وانا اعمله. انا خلاص طهقت يا احمد. اللي انت بتعمله ده مش مظبوط. استاذ احمد في واحد تحت عايز حضرتك، اسمه الحاج عبد الجليل. ايه؟ الحاج عبد الجليل؟ طيب قولي قولي له نازل دلوقتي. قولي له عاجبك كده؟ ايه يا نهل؟ في ايه يا بنتي؟ انت وجوزك صوتكوا جاي لحد بره. الاوضه بتلف بيها ماما مش قادره. ليه مالك حاسه بايه؟ مش عارفه. مالك يا ماما؟ ألف حمد لله على السلامة يا أبوي. كيفك يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير يا أبوي. كيفك يا غريب؟ زين يا أحمد زين. الحمد لله على السلامة. ما تتفضل يا أبوي، تفضل استريح، الدار دارك. أما تبقى الدار دارك وجايبها بعرقك تبقى تعزم بقلب قوي، إنما أنا وأنت مجرد ضيوف فيها. لا تفضل ارتاح يا خال، السكك الطويلة. ايوه يا ابوي تعال ارتاح شوية. تفضل يا ابوي تفضل. خطوة عزيزة يا ابوي. تفضل يا غريب تعال. تفضل يا ابوي تفضل. يا اخيرا يا ابوي رضيت عني. انا من ميت يا احمد رجعت في كلمتي. لولا الشديد القوي ما كنت جيت هنا. خير يا ابوي؟ ما تتكلم انت يا غريب. امك تعبانه يا احمد من ساعه جوازتك دي، ده غير المشاكل اللي حصلت واللي لسه هتحصل. في ايه يا ولدي؟ السكه اللي اخترتها بنفسك مش مريحاك ولا ايه؟ ما تتكلم. ما فيش يا ابوي، ما فيش يعني شوية مشاكل كده، مشاكل وتروح لحالها زي ما بيحصل في أي جواز. طب وليه كل ده؟ ما الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. ابن حلال والله يا غريب، أنا فعلا كنت راجع الناجع النهارده. دقيقة واحدة يا أبوي أجيب شنطتي وأنزل على طول. دكتور علاء جاي ليه؟ ما خبرش اشوف. احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ ايوه ده الحاج عبد الجليل ابوي. تعال اعرفك بيه يا ابوي. فوز بيه سلموني حمايه. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ اهلا وسهلا. الغريب وانا عمتي. اهلا وسهلا. اتفضلوا. شرفتونا ونورتونا. منور بهلها. فينك يا حاج؟ كنا عايزين نتعرف عليك من زمان. كل شيء بوان يا استاذ. انتوا لسه ما سبتوش حاجه ولا ايه؟ يا زينب. زينب يا زينب تعالي شوف الضيوف يشربوا ايه. من عينيا. حاضر. حضرتك تشرب ايه؟ لا مالوش لزوم. ودي تيجي يا حاج، انت اول مره تصرفنا لازم تشرب حاجه. يعني اذا كانوا لابد بقهوه ساده. وحضرتك تشرب ايه؟ شاي تقيل سكر تقيل. من عينيا. حاضر. نورتونا يا حاج. ايه يا احمد؟ ايه؟ تروح تعمل اللي كنت عايز تعمله. ايوه يا ابوي. دقيقة واحدة. عن اذنك فوزي بيه. اتفضل. اهلا يا استاذ. ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا عم فوزي. أطمن عليها.
تفضل. ابوي مرتي حامل يا ابوي. خليك في اللي انت فيه يا احمد، بعدين تبقى تعاود النجع. مبروك يا ولدي. جابر عبد البر، معك حد؟ انا لحالي. عيب عبد البر، ايه بتعمل حاجات دي؟ انت مخونني ولا ايه؟ حرس من صاحبك ولا تخونوش. جبت القشينات؟ موجودين في جيبي. لا قول لي يا عبد البر، لساك عاوز تهمل الناجع وتمشي؟ ايوه. متوكد؟ اهو احسن لي احسن لك. حلال عليك ال10,000 جنيه. شوف وشك بخير يا عبد البر. الله توحشنا جابر. وانت كمان يا عبد البر. اللي اخترت يا عبد البر. عبد البر اتقتل يا ناس، عبد البر اتقتل يا خلق. قتلوني الحقوني. لأمانك اللي بتعمله ده يا سليمان. خابر انا مين؟ انا جابر. جابر واد العمدة. مش واد العمدة بس، لا، انا واد سيادة النايب وعلي الحديد زين. بالحب يا جابر. انت جايبني هنا ليه؟ وحشتني يا اخي، ونفسي اسلم عليك. تقوم تبعت لي رجالتك في نصاص الليالي يجيبوني عشان وحشتك؟ انا مش فاهم حاجه. طيب تعال تعال يا جابر، اقعد اقعد هنا عشان نعرف نتحدث مع بعض. وادي قاعده. قول عاوزني فيه، يعني قلبي مش مطمن. الف الف مبروك نجاح العمده في الانتخابات. اللهم طولك يا روح. الله يبارك فيك يا سيدي. هو ده الموضوع اللي انا عايزك فيه يا جابر.
برضك مش فاهم حاجة. انت مش قلت انك عايز تفتح صفحة جديدة؟ انا بمد لك يدي واقول لك موافق. صح يا سليمان. صح يا جابر، بس بشرط. شرط ايه؟ سيادة النايب. ماله سيادة النايب؟ عايزك توصيها علينا شوية. يعني عاوز ايه من سيادة النايب؟ عايزه يعني يشاور لك هو قاعد في المجلس ولا يتحدث عليكوا في التلفزيون؟ بقول لك ايه يا جابر، بلاش لف ودوران. العمدة دلوق بقى شخصية كبيرة وبيقعد مع كبارات البلد. برضو مش فاهم حاجة، يعني عايز سيادة النايب يبني لك مستشفى ولا مدرسة؟ لا مدرسة ولا مستشفى، احنا عايزين نمشي من هنا، ننزل من الجبل ونقب على وش الدنيا ونعيش زي بقية الخلق. ايوه يعني عايز سيادة النايب يوضب لك شوية عربيات عشان يأمن لك الطريق. انت تخوت في عقلك ولا ايه؟ لا، عايزين يكلم حد من كبارات البلد، يكلم المباحث والأمن المركزي، يبصوا الناحية التانية ليلة واحدة بس لغاية ما نخرج من الجبل، والصبح نبقى فص ملح وداب. معقول؟ معقول الحديث اللي بسمعه ده؟ بقى سليمان كبير مطرية الجبل عايز يهملها ويعيش كيف الناس ما عايشة؟ بقول لك ايه، الرجالة دول بني ادمين زي بقية الناس، وعندهم حريمهم وعيالهم، بقالهم زمن ما شافهمش. صح يا رجالة؟ صح يا كبير. اسمعوا رجالة، هما كلمتين حنقولهم ليكم وتني ماشي طوالي. اسمع يا سليمان، كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيبه، وانتوا نصيبكم ان تكملوا في البلد دي. خدوا بالكم، البلد دي محتاجة للي دايما تخاف منه، ولو عملتوها ومشيتوا كل حي هيعمل اللي في راسه حتى في وجود الحكومة. والمثل بيقول اللي مكتوب على الجبين لازم أن تشوفوا العين. عندك حق يا جابر. هتحملني عاوة الدار يا سليمان؟ صاغ سليم زي ما دخلت هنا. اسمع طيب، أمر يا كبير. تاخذ الرجالة وتوصلوا جابر لغاية زمام النجع وتعاودوا تاني. أنت تأمر يا كبير. سلامة إن شاء الله. بإذن الله يا عمي. ما تتفضل أنت عمي عشان تلحق معاك طيارتك. كنت نفسي أقعد معاك ولكن غصب عني. نفسك موجود يا عمي. شكرا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مع السلامة. مع السلامة. أحمد، أحمد غريب. كيفك يا أحمد؟ كيفك أنت يا واد عمي؟ تعبت روحك ليه بس؟ ما تقولش كده يا احمد، انا صوتك ما ريحنيش في التلفون الصبح لما عرفت ان مرتك تعبانه وهينقلوها على المستشفى، فقلت ناجي يعني عشان نقفوا معاك. يا سلام، والد اصول صح. واه عيب يا احمد، احنا خوال، وبعدين اللي بناتنا اكبر من كده كتير. قول لي يا غريب، ابويا الحاج عارف؟ ما لحقتش اقول له على حاجه.
استاذ احمد، العمده سدت جزء من مصاريف المستشفى وده الوصل خليمه حضرتك عشان الحساب وانتوا خارجين. طيب يا ست متشكرين. ليه كده يا غريب؟ ما انت اديتني وانا اتصرفت بقيت المبلغ. مش وقت الحديد دي يا احمد، ربنا يقومها لك بالف سلامه. قلقان عليها والله، قلقان قوي. الدكتور اصله قال انها هتولد قيصريه. يا غريب بتضحك ليه؟ على النسوان اللي عدينا في الناجع يا احمد، نسوان غريبه والله. الحرمه من دول تولد من هنا وتقوم تخبز من هنا وبعدين تعاود تعمل وكل لجوزها قبل ما يعاود. يا غريب مصر غير. بعدين انت لو شفت نهله مراتي هتعرف انها حاجه تانية غير كل النسوان اللي عندينا في النجع. لساك بتحبها يا احمد؟ هو في حاجه مصبراني على اللي انا فيه غير حب ليها يا غريب؟ غريب يا ولد عمي. احمد طمني. ولد يا غريب ولد. الف الف مبروك يا احمد، ومرتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير، وشك حلو علينا يا غريب. يتربى في عزك يا احمد. امسك يا احمد. امسك يا راجل. ما انا اخذت منك يا لا ده كده كده كتير بكفاياكم. مالي يا واد عمي؟ انت بتقول يا اخوي دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، دول نقوت الولد. امسك يا احمد، ربنا يجعل وش السعاده عليك يا رب. ربنا يخليك يا غريب. بقول لك ابقى بلغ امي وبلغ الحج وانت قاعد وياه كده، ابقى كلمه انت يا غريب خليه يسامحني. انا كان نفسي نعاود والله، بس الوضع زي ما انت شايف كده. عندك حق يا احمد، ربنا يكون في عونك ومعاك. عليكم السلام. بقول يا ست الرئيسة. أيوة. انا كنت واقف هنا دلوقتي وسمعت الحديث اللي دار بينك وبين الممرضة اللي معاكي. انا عارف انك مش قادرة تتكلمي لاني عارف انك في مشكلة كبيرة. بس انا عايز اقولك على حاجة، اللي يحللك مشكلتك دي ويكسبك فلوس كتيرة قام يا أستاذ. لو حد عارف هروح أنا وأنت في 60 داهية. مفيش أي حد هيعرف أي حاجة، وبعدين كل حاجة بتتنسي. اسمعي حديثي أحسن. أنا مش عارفة أقول لك إيه. أنت ما تقوليش أي حاجة، أنت تجهز الولد وأنا هخلق تذكرة الطيارة ساعة زمان وهكون هنا، وأنت كمان تكوني عرفتي عايزة كام. صدقيني ده أحسن حل ليا وليكي. هفكر. يلا اتوكلي على الله. ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. عايز أشوف ابني. في الحضانة بيلبسوه هدومه ويحطوا له كلونيا علشان لما يجي تشوفيه لأول مرة يبقى شكله محترم. عايز أقول لك كمان يا نهلة، الولد زي القمر، شكلك أنت وأحمد بالظبط. بجد؟ بجد؟ بصي يا حبيبتي، أنا رايحة أكلم مكتب بابا عشان بلغوه بالخبر السعيد ده. مبروك يا حبايبي. الله يبارك فيك يا حماد. جاي على طول. وانا كمان هروح لرقفة الكافيتيريا احسن زمان والان جدا عشان افرحك. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف يا خالي؟ بسم الله ما شاء الله، الخالق الناطق انت.
لا في من احمد، في من احمد كثير. كيف كيف يعيش؟ محتاج رعايه، محتاج اللي يرضعه. انا حاخده في البيت عندي عند مرتي وخليها ترضعه مع ادهم. لا وديه عند مرت حسانه بالليل اسبوع، ولدها كان عشيه يرضع مع ولدها لحد ما تتكلم مع مرتك وتقدر تقنعها. وهي اللي ما يقنعهاش ولا يخليها ترفض. نفذ اللي بقول لك عليه وانت ساكت. امرك يا خال. مين سيف؟ على اسم ابويا الله يرحمه. عندك حق يا خال. سلام عليكم. يا رب انت عالم بحالي، عالم باللي بيا. ضعفت ما قدرتش، اغفر يا كريم، سامحني يا رب سامحني. عارف اني غلطان لكن ما قدرتش. يا رب غفرانك يا كريم، غفرانك يا كريم. أستاذ أحمد. يا صباح الخير على أحلى سيستر في الدنيا. أخبار العريس بتاعنا إيه؟ فطر وشرب الشاي وكله تمام؟ الولد ماشي يا أستاذ أحمد. واد مين اللي مات؟ ابنك. ابني؟ أيوه. مات كيف يعني؟ الباقية في حياتك. أمه عارفة؟ لا أمه ما تعرفش. أنا استنيتك عشان أقولك. ايه يا نهلة؟ قاعدة لوحدك ليه؟ مش الدكتور قال لك ما تقعديش لوحدك كتير؟ كنت محتاجة اقعد افكر مع نفسي شوية. يا ترى فكرتي؟ ايوه وصلت القرار. وصلت القرار عايزاك تساعدني فيه. احمد انا عاوزة. فكرتي كويس؟ ايوه فكرت كويس. وأنا موافق، بس لازم تعرفي يا نهلة أني حاولت كتير
كتير قوي علشان حياتنا تستمر مع بعض، لكن يظهر ان الظروف كانت اقوى. احنا الاثنين حاولنا من وجهة نظرنا، لكن للاسف مفيش فايدة. يعني خلاص ايه دي النهاية؟ للأسف مش ممكن يبقى في نهاية تانية. صعبان عليا ان حبنا الكبير اللي كان بينا يروح كده بين يوم وليلة. وانا كمان والله صعبان عليا قوي. بس أنا عايزك تعرف حاجة يا نهلة، أنا عمري ما حنساك أبدا. ولا أنا كمان أنساك، بس الزمن كفيل بينسي. أنت طالق، طالق طالق. ولدي ابوي دل على السلامة يا ولد. الله يسلمك يا ابوي. دل على السلامة. الله يسلمك. دل على السلامة يا احمد. غريب والله يسلمك يا غريب. الحمد لله على السلامة. عشت يا غريب. يلا بينا. الله، تعرفت كيف ان انا رجعت الناجع يا ابوي؟ مش مهم دلوقتي، المهم نعاود الدار. امك منتظراك على نار. يلا اركب. يلا هات الشنطة دي. تفضل يا ابوي. مستني الباشمهندس يوصل بالسلامة، وعايز اطمن عليه. طمن عليه؟ ياك مفكر انك ممكن تأذي ولدي وانا موجود؟ طب غلطان يا جابر. يا عم انت خلص. انا لسه ما خلصتش كلامي يا ود. يا رجالة، احمد ابني عاود الناجع لاجل ما يتم جوازه على بنت عمه. من بكرة إن شاء الله الإفراح هتبقى ثلاث أيام بلياليهم. مبروك يا جابر. مبروك يا عم. مبروك مبروك يا ولد عمي. عشت يا جابر. وسع الطريق يا ولد. تفضل يا ولد عمي. سلام. بس يعني ملاحظه كده انك بدات تستريحي بعد ما رحتي للدكتور شريف مرتين. بيني وبينك اه، بالرغم ان انا كنت رافضه فكره ان انا اروح لدكتور نفساني في الاول، بس بعد ما قعدت واتكلمت معاه حسيت انه بجد حس بمشكلتي، شال كل الحزن من جوايا. كفايه انه قدر يرجع نهله اللي بعدت عني. وايه كمان؟ هو قال لي وايه كمان؟ انا بتكلم بجد، اصل يعني ما شفتش واحده بتتكلم عن الدكتور بتاعها بالشكل ده. يا سلام، مين قال لك بقى الكلام ده؟ ده بالعكس، ده كل المرضى بيتكلموا عن الدكاتره الناجحه، وممكن كمان ينزلوا لهم شكر في الجرايد. اه بس يعني مش بيقولوا كل الغزل وكل الشعر ده في الدكاتره بتاعتهم؟ بلاش دماغك تروح لبعيد، انا لسه طالعه من تجربه ومحتاجه وقت طويل قوي عشان اقدر انساها. لا لا، سيبي ده على الدكتور شريف، وانا واثقه انه هيقدر يساعدك. بيني وبينك يا سلوى، هو
وعنده طريقه غريبه كده وهو بيتكلم معايا، تحسي كده ان هو عامل زي ساحر، بيعملي تنويم مغناطيسي بيشيل كل الحزن. بحس براحه نفسيه قوي وانا بتكلم معاه. عشان تصدقيني. بقول لك ايه، لا صدقك ولا تصدقيني. هنبطل رغي بقى، عندي ميعاد مع الدكتور ولازم الحق. سلام. سلام يا قمر، خلي بالك من نفسك. طنط رقيفه، رغم ان عمري ما كنت بعتقد في الصدفه، لكن ظهورك في حياتي ده خلاني اتاكد ان انا كنت اكبر غلطان. اعتبر ده بقى اعجاب مثلا. انا عايز اقول لك ان انا عديت كل المراحل دي، بس خايف ان انا اكون عايش في وهم او اديت لنفسي احساس اكبر من حقي. هتصدقني لو قلت لك ان انا بستريح قوي لما بتكلم معاك، بس يا ريت يعني كلامك معايا وطريقتك ما تكونش دي بس علاجك لكل مرضاك، قصدي مريضاتك. طيب مش الحمد لله انتي خفيتي كده؟ هتصدقيني لو قلتلك ان انا استفدت من علاجي ليكي، انا استفدت اكتر منك. خلاص روح انت بقى نام على الشازلونج واعتبرني صديقة ليك، حد قريب، عايزك تبقى ريلاكس وتقول كل اللي جواك. اتكلم، كلي اذان صغيره. نهلا، انا عندي عيانين بره، ويعني ممكن نخلي ميعادنا الاسبوع الجاي. ممكن. باي باي. باي باي، هستنى الاسبوع الجاي اسرع وقت ممكن. ان شاء الله. خلي بالك من نفسك. صباحك ويجعله صباح نادي. ايه اللي قومك من السرير؟ يعني قلت اقوم امشي ردي شوية. انت ايه اللي قومك؟ انا قمت احضر الفطور لسيد الرجالة جوزي وتجراسي. طب قولي لي يا بنت تهاني، عجبتك ليلة امبارح؟ واه ده كان فرح ما حصلش زيه في الناحية كلها. يا تهاني الفرح بس. يو يا سحلة، تصدق أني كنت حاسة أن ده حلم عمره ما هيتحقق. معقولة أحمد جنبي بحق وحقيق؟ يا ده أنت بنت حلال قوي يا تهاني، ربنا يقدرني واسعدك واعوضك عن كل اللي فات. سيبك من اللي فات، فكر في اللي جاي. اللي جاي ده بقى بتاعي انا وانتي وبس، مش هخلي نفسك في حاجه خالص يا تهاني. كل اللي انت عايزاه هجيبهولك، هجيب لك كتب واقعد اقراها معاكي، ولو عايزه تكملي علامك انا هكون اول واحد يقف معاكي. صح يا سحمد؟ طبعا صح يا تهاني، مش مراتي. انما ايه حكايه يا سحمد يا سحمد يا سحمد؟ ايه احنا في فيلم عربي قديم ولا ايه؟ ربنا يقدرني واقدر اسعدك. انما استني هنا عاد، انت هتاكليني في الكلام ولا ايه؟ فين الوقت؟ واه يقطعني بس يا فرحانه. خلص يا بنت بسرعه.
واه 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 فروج فروجي والسلطة. ايه ده كله ايه ده كله ورز وعيش شمسي ايه ده كمان رز تاني وخضار ومركسيت لحم. هاتي يلا هاتي الفطير والزبده واللبن والبيض. ايه 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 بس بس ايه ده كله ايه مظاهره اللي واه مش فطور عرايس والله خساره فيه خساره للحاج عبد الجليل. اتفضلي يا حياة قلبي. ميرسي. العصير ده عشانك؟ ميرسي. والشاي ده عشاني انا. شريف انا مش عارفه اقول لك ايه. انت بتتعب معايا قوي. مش كفايه شغلك مع العيانين؟ حبيبتي انت عندي اهم من اي حاجه في الدنيا. وبعدين تعبك راح. وريني بقى شوف مع اني ما بفهمش حاجه في الهندسه خالص بس اللي انا اعرفه ان ميعاد المناقشه قرب. ها؟ هايل بتتكلم بجد؟ لو استمريتي على المستوى ده قريب قوي هقول لك يا دكتوره. اه يسمع من بقك ربنا. ميرسي يا حبيبي. شكرا على ايه بس ولا ميرسي على ايه بس؟ على كل حاجه، على كل حاجه جميله انت بتعملها، تشجيعك وحبك وصبرك عليا. اذا كان فينا حد لازم يشكر التاني يبقى انا اللي لازم اشكرك على السعاده والحب اللي انا شايفهم معاكي. انا مش هعطلك بقى كملي وانا هروح اشرب الشاي ده وانا بتفرج على التلفزيون. ها متاخريش عليا. معيش شاي انا، انا قلت لك عايز شاي؟ احمد يا اخوي انا كنت رايده ايه؟ رايده ايه دلوك؟ عايز ايه يا فاطمه؟ مالك زمجانك ده؟ ما زمجانش ولا حاجة، غور يا فاطمة، أمنيني في حالي دلوقتي، اوعي. مالك يا أخويا كده؟ كلنا بنغلط يا ولدي. أيوة بس الحاج عبد الجليل يغلط جديدة دي. عبد الجليل بشر يا أحمد. ما قلناش حاجة، وكل ابن آدم خطاء. بس برضك يا أبوي شوف انت عامل ايه طول عمرك للناس. شوف انت فاتح كام بيت وبتصرف على كام عيلة. انا اظن يا ابوي ان حتى مهما عملت ربنا هيسامحك. انا عايزك انت اللي تسامحني يا احمد. انا يا ابوي انا غلطت غلطة كبيرة جوه في حقك. كان كان غصب عني. غلطة كبيرة معلش يا ابوي انا مش فاهم حاجه. ما تتكلم يا ابوي. ولدك يا احمد. ولدي اللي انت فاكر انه مات لسه عايش. ولدي من نهله لسه عايش. عايش كيف يا ابوي؟ اتكلم يا حاج. أقول لك الغريب اتفق مع ممرضة في المستشفى تخطفه تبدله بطفل تاني مات وجابه لحد هنا حطه قدامي. بدله واي 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 واي
انا ما قدرتش نصدق الكلام اللي انا سامعه ده. صدق يا ولدي صدق. في الاول رفضت، كنت هضربه، لكن انا جيت في حضني شعوري غلبني يا ولدي، ضعفت وفقت انه يعيش بينا. لو كنت اجبرت الغريب يرجعه يروح في داهية. أنا ولدي أحمد، ولدي، وكان قصده خير. خير؟ كان قصده خير؟ يحرق قلبي ويحرق قلب أمي على ولدها وتقول لي قصده خير، يدمر حياتي كلها ويخليني اطلق مراتي اللي كنت بحبها وتقول لي قصده خير. خير كيف يا ابوي؟ خير كيف؟ والمسكينه اتجنت لما عرفت ان ولدها مات. خير كيف؟ وفي دقيقه واحده موت الحلم اللي فضلت احلم بسنين اني كل ولد من نهله يحل مشاكلنا ويهدي سرنا يخلينا نعيش زي بقية الخلق. كان قصده خير برضك يا ابوي، بس انا مش هلوم الغريب يا ابوي، لان الغريب كان له كبير، وانت من حقك ضميرك يوجعك لانك غلطت يا كبير، وغلطت غلطة كبيرة قوي. عندك حق يا ولدي، عندك حق في كل اللي قلته، بس مش الحاج عبد الجليل. لا يا ابوي، مش الحاج عبد الجليل اللي انا عارفه زين واللي كل الدنيا تعرفه زين، هو اللي يغلط غلطة كبيرة زي دي. بس خلاص يا حاج، حياتي عندك ما تزعل نفسك. خلاص يا ابوي خلاص، اللي حصل حصل. الايام تسير هداوي الجرح يا ولدي. الايام ده جرح يا ابويا، ما تقدر تلمه الايام ولا الليالي ولا حاجه. ترى المسكينه عامله ايه دلوقت؟ السلام عليكم. مساء الخير يا غريب. احمد موجود؟ احمد أنا خابر إنك زعلان مني، وليك حق، وجاي مخصوص عشان أقولك تسامحني. أنا كان قصدي كل خير. أنا عملت كده يا أحمد عشان خايف عليك، عشان عايزك ترجع لأبوك ولأمك ولأخوك الغريب. يمكن أكون اتصرفت غلط، لكن والله غصب عني ما كانش فيه في قلبي غير كل خير ناحيتك. على كل حال الولد ها، بس في حاجة يا أحمد، عايزك تحط نفسك مكاني وعايزك تحكم عقلك وقلبك. يمكن أكون اتصرفت صح، لكن لو حسيت إني غلط فرحان عارف البيت. السلام عليكم. يا
اسمك يا اسمك ايه؟ اسمك سيف؟ ابوك اسمه ايه؟ ابوك اسمه ايه؟ اسمه الغريب ولا اسمه احمد عبد الجليل؟ قول لي خد خد يا هات خد قول لي يا هات ابوك اسمه ايه؟ اسمه الغريب ولا اسمه احمد عبد الجليل؟ ها ابوك اسمه احمد عبد الجليل، فاهم يا سيف؟ احمد عبد الجليل يا ابوك احمد عبد الجليل، احمد عبد الجليل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله يفتح عليك يا ولدي، الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. صحيح يا سيف. تسلم يا ابوي، تسلم، ربنا يبارك فيك. ايه فرش بدري ولا ايه؟ والله يا ابوي عندنا شغل كتير النهارده. ربنا يعينك. طيب يا ابوي مش هعطلك بالاذن. انا سلام يا سيف. خدني معاك يا ابوي احسن اتاخر عن المدرسه. وماله يا عم سيف، تعالى معايا يا سيدي. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام عليكم سيف. أجي. امسك يا ولد. ابويا عطاني يا جد. امسك يا ولد. خد من جدك يا ولد. سلام. سلام ورحمه الله. مع السلامه. خد من جدك يا ولد. يلا يا سيدي. وقف عم رمضان، وقف، ما تتحركش خطوه واحده. ارجع ورا عم غريب. لا خلاص يا عم رمضان ما عادش ينفع. اسمع يا سيف، انت ودن، اوعاك وتنزلوا من العربيه مهما حصل، فاهمين يا اولاد؟ خير يا رجاله. معاك ايه؟ شوف يا رجاله، بالعقل وبالهدوء انا هديكم كل اللي معايا، بس ما حدش يقرب من العربيه عشان في عيال صغيرين. هات اللي معاك. تفضل. وايه اللي معاك في العربيه؟ قلت لك ما فيهاش اي حاجه غير عيال صغيرين. روح شوف ايه في العربيه. انا قلت ما حدش هيقرب من العربيه. هات من يدي. بقول لك ما حدش يهبني. هات العربيه وقف عندك. العربية في ايه؟ ابويا بس يا ولد. ابويا بس يا ولد. ابويا في عيال صغار. يلا رجال. ابويا شيه. أبوي ما تخافوش يا أولاد. أبوي أنا بخير يا أولاد، ما تخافوش. أبوي سيف. هتقول له ترمي يا عطشان يا ولدي. ما تخافش يا أولاد، ما تخافش يا ولدي، حبك كويس يا ولدي. أبوي ما تخافوش يا ولد، ما
بالله من الشيطان الرجيم. قتلت الغريب. قتل الغريب هيدخلنا فطار مش هيتنسل عمره كله. الو، عايز ايه يا اللي جارش اللي جابوك؟ ابوي كيف صحته؟ بقول لك ابوي عامل ايه؟ هتقول ايه؟ مش استنى يا ولد، استنى يا ولد، التليفون وجع مني. والله زي ما انت شايف العربية عطلانة. اظن متهيألي ان ممكن تشوف لك ميكانيكي او ممكن تركن العربية على جنب عشان احنا نعدي. ومالك يعني متعصبك ده؟ انا متأسف. طب ممكن حدك تشوف لك حد بس يركنها على جنب عشان نعدي؟ عاد لحظة واحدة. بتكون معانا يا اخوانا؟ ايه سكت يعني؟ انا كنت متصور انك كنت متوقعة حاجة زي دي، خصوصا وان ده نهاية لشيء جميل بدأ بينا. سيف بجد انا مبسوطة جدا بطلبك ده، بس ايه اللي بينا مش كفاية ان احنا نتجوز؟ ليه الحب مش كفاية عشان يعمل جواز ناجح؟ الحب مجرد عنصر من عناصر الجواز الناجح. ايوه بس اهمهم الحب. لا، في حاجات كتيره جدا اهمها، الانطباع والفكر وكل حاجه. وكل الحاجات دي ما حسيتيش بيها في الفتره اللي فاتت؟ بصراحه لا يا سيف، ما تزعلش مني. انت عندك حق، انا اللي استعجلت شويه. سيف انا كل اللي طالباه منك مهلة نعرف فيها بعض أكتر. مش يمكن يا سيدي أكون أنا الزوجة اللي أنت مش بتتمناها؟ طبعا جايز، كل شيء جايز. طب مش هتعزمني بقى على الغدا زي ما اتفقنا؟ لا معلش، خليها مرة تانية، أصل افتكرت أن عندي شغل مهم. تعالي أوصلك. اتفضل. أنا النهاردة عندي شغل كتير قوي قوي. يعني تتأخري يا حبيبتي؟ مش عارف، بس إن شاء الله أوصل قبل ما أنت تيجي. صباح الخير يا ماما. انت كويس؟ تمام. صباح الخير بابا. صباح الخير يا جوجو. اخبارك ايه يا احلى ام في الدنيا؟ يبقى شكلك كده عايزه تقولي حاجه. انت على طول فهماني كده؟ يا ترى دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ والله مش عارفه بالظبط. استنى يا بابي ما تتوهنيش. بصي بقى ست الكل، انا عايزاكي تتعطفي عليا وتشرفيني وتنوري البرنامج بتاعي. لا 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 لا، اطلبي مني اي حاجه غير البرامج دي. ليه بس كده يا مامي؟ كلمها والنبي يا بابي. ايوه اقنعي بقى باباكي ان هو اللي يطلع معاكي في البرنامج. طبعا هستضيفه،
بس اليومين دول انا عامله الحلقات للمهندسين بس. انت مش شفتي المهندس اللي طلع معايا الحلقه اللي فاتت؟ اه شفته. امال مش موافقه ليه بس يا مام؟ كلمها يا بابي قول لها. صحيح، ليه لا يا نا؟ ترى ايه بقى؟ حتى انت الشريف. وفيها ايه يا حبيبتي؟ ما تروحي مع بنتك. خلاص يا ستي هاجي معاكي، ده عشان خاطرك انت بس، عشان خاطر ربنا يخليكي ليا يا رب. همشي انا بقى عشان ما اتاخرش. خلي بالك على نفسك. حاضر. انجي. ايوه بابي. مش ناوي يا حبيبتي تروحي تزوري جدتك وتطمني على صحتها؟ جدتي؟ اه طبعا هزورها اكيد. انا عارف انك ما بتنسجميش معاها، بس دي جدتك برضه، وبعدين دي امي. حاضر يا بابي، هخلص شغل واطلع عادي عليها. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. ولا منك يا حبيبي. باي باي. مع السلامه. مش فاهمة حاجة من الجواب ده خالص. ده موضوع مر عليه سنين كتيرة قوي، أكتر من 20 سنة، أيام ما كنت متجوزة الراجل اللي من الصعيد وخلفتي منه ولد، وفهمتك طنط سعيدة إن الولد ده مات، بس الولد ده لسه ما ماتش، ابنك عايش وبدلته بطفل ميت. بتاخدي في اللي أنت بتقوليها دي؟ أنا ما بخرفش، بس أنا عذراكي. طنط سعيدة كانت حكيت لي إن هي قابلت راجل من الصعيد واتفق معاها وإداها فلوس إن هما يبدلوا ابنك بطفل ميت. راجل من الصعيد؟ اسمه ايه الراجل ده؟ وانا اعرف اسمه منين؟ واللي اسمها سعيده دي، ايه اللي فوقها بعد السنين دي كلها وبعتاكي عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ هي اصلها قبل ما تموت شافتك في البرنامج اللي اتذاع في التلفزيون، وطلبت مني ان انا لازم اجي اقولك الكلام ده. كانت عايزاكي تسامحيها وتغفري لها، هي مش طالبه منك اكتر من كده، ارجوك تسامحيها. طب وانا هكدب عليكي ليه؟ مساء الفل. ازيك يا حاج؟ ازيك يا نهى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. دكتور شريف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا. وجبت الورد منين؟ مش لازم دلوقتي اقول لك جبتها منين، هبقول لك بعدين. انا بس في الحقيقه عايز اسالك سؤال ويا ريت تجاوبني عليه بمنتهى الصراحه. خير يا نهى؟ قلقتيني. انت على اتصال باحمد لغايه دلوقتي؟ احمد؟ طبعا، بس في الحقيقه يعني احنا بعدنا عن بعض في الفتره اللي سافرت فيها بره، وبعد ما رجعت هو جاني وانا زرته. عنده اولاد؟ بتسالي ليه يا نهى؟ عنده اولاد؟ خير، جلكتيني. عنده طبعا. اعمارهم ايه؟ في ايه يا نهله؟ بتسالي السؤال ده ليه؟ عايز اعرف اذا كان ابني من احمد عايش ولا لا. عايش كيف؟ ما كلنا عارفين انه مات بعد ولادته بيومين. جات لي واحده المكتب وقالت لي ان انا ابني عايش، واتخطف يوم الولاده. ومين اللي خطف؟ ما اعرفش طبعا، بس انا بتهيألي يعني ما فيش غير اهل احمد عشان على الاقل يخلونا كنا نبعد عن بعض. لا لا يا نهله، اهل احمد ناس محترمين ومش ممكن يعملوا بديه واصل. اوعى مخك يروح لبعيد، وجايز جدا تكون الست دي كدابه. هو ده اللي انا كنت عايز اعرفه. يا ريت يا نهله كان بيدي حاجه كنت ساعدتك. طب تحب اكلم احمد؟ لا 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 ما تكلموش، انا هعالج الموقف ده بطريقتي. طب هتعملي ايه؟ والله لسه مش عارفه. طب ابكي طمنيني يا نهله. ان شاء الله. متشكره قوي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا دكتور. الف سلامه. الف سلامه. سلام. بعدين يا نهلة؟ بعدين؟ احنا اتفقنا على كده؟ خبر ابيض، دول الاتنين تقريبا نفس السن، انا هعرف ابني ازاي دلوقتي؟ والله ما انا عارف ايه العمل،
كل ما المشكله تقرب تتحل تتعقد اكتر. اسمع يا مجاهد، الوصل ده اديه للشيخ مندور. امرك يا جناب العمدة. والتوكيل دي وديه الجمعية الزراعية. حاضر يا عم. العقد دي بقى اديه للشيخ عبد الله واد مرعين. امرك يا جناب العمدة. امرك. مالك يا مجاهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك؟ بيك ايه؟ سلامتك يا جناب العمدة، سلامتك. اسمع يا مجاهد، انت كبرت ولازم ان تقعد وترتاح في دارك. انا خدامك وخدام ابوك الله يرحم. يعني ما استغناش عنك يا راجل عجوز. وما تخافش، فلوسك هتوصلك لحد دارك كل اول شهر. ربنا يبارك لنا فيك يا اصيل يا ولد الاصول، وما يوجعك في ديك ابدا، ويبارك لك في عيالك يا ولدي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وهدول يا راجل طيب، احنا نتصرف فيهم بالسلامة يا مجاهد. سلامة يا جناب العمدة. يا سلام على الدنيا. الله يرحمك يا ابوي. السلام عليكم. يا ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً. يا أهلاً يا أهلاً. كيفك يا سيف؟ الحمد لله أبوك. كيفك أبوك؟ يا أدهم الحمد لله يا أبوك. ربنا يطمنا عليك. اقعدوا 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 يا أولاد. حماتي بتحبني ولا إيه؟ طبعاً يا حبيب جدا. والله توحشت أبوك أوي يا أولاد. كل يا سيف كل يا أدهم. كيفك يا ولدي؟ كيفك أنت يا أمي؟ فرحانة بنت يا فرحانة. نعم يا حج. اذبحي لنا دكارين بط على الغدا عشان العيال يتجوتوا. حاضر يا حج. معلش يا جدتي، خليها مره تانية، اصل انا عندي شغل كتير بصراحه. انا وادهم جايين النهارده عشان نكلم جدي وابوي في حاجه مهمه. خير يا ولدي؟ تتكلم انت ولا اتكلم انا؟ اتكلم انت يا سيف، انا مكسوف. اخبار ايه عاد؟ ايه الموضوع اللي شاغلكم كده؟ بصراحه يا جدي، بصراحه يا ابوي، ادهم بده يتجوز. يا ألف نهار مبروك يا حبايبي. أداري العيال كبرت وأنا مش واخدة بالي. مبروك يا ولدي، ومين العروسة إن شاء الله؟ دي واحدة أنا شفتها في العروسة أنا اخترتها لك يا دم. دبة سامية بنت عمك جابر. بس أنا جدي مش هتجوز سامية. أنا اتفقت خلاص ويا جابر، وزمانهم بيرتبوا حالهم. وانت عارف الموضوع ده يا ابوي؟ عارف وموافق. بس دي حرام. الطريقه دي انتهت من زمان يا جدي، وانا بحب واحده تانيه خالص غير سامي، ولازم اتجوزها. اهدى بس يا ولدي، جدك بيعمل اللي في صالحك انت. استنى بس يا ادهم. ادهم الحق اخوك يا سيف. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يعال. نعروا زيرنا ونغطوا زيارة الناس. يلا يا شريف يلا. انت قلقان ولا ايه؟ ما تقلقش. شوف يا سيدي، انا شقيتي هنا بس في الدور الثاني. طب ثانية واحدة بس ارد على التليفون. الو. ايوه نهله. ايه يا حبيبتي مالك؟
اجي لك الاقصر دلوقتي؟ حاضر حاضر حاضر، مع السلامه. لا لا مش هتاخر. حاضر. في ايه؟ انت صحيح هتسافر الاقصر؟ مش هينفع احكي لك دلوقتي، فعلا لازم امشي. احنا مش اتفقنا هنسافر اسكندريه مع بعض؟ مش هينفع مش هينفع، انا اذنك. لازم تسلم نفسك، كل اول وله اخر، الحكايه خلصت خلاص، مفيش فايده. عثمان مش هتخرج من هنا غير على ظهرك. تهون عليك يا كبير، تهون عليك العشره والسنين اللي عشناها سوا. ما احنا هنعيش سوا يا نموت سوا. انا خارج يا كبير، خارج وخابر ان يدك عمرها ما هتطوعك تدوس على الزنات. اهدي وخش اطمني عليك.
معلش يمكن واخد مهدد قوي ولا حاجه. نهله يلا نمشي من هنا. امشي من غير ما اعرف الحقيقه. حبيبتي مش هينفع لو اهله جم وشافونا هنا هيبقى شكلنا وحش. يلا يا ماما. ما اقعدش معاه لغايه ما اطمن عليه. يا حبيبتي مش هينفع. وبعدين حتى لو فاق حالته اللي هو فيها دي مش هيخليه يجاوبك على اي حاجه. يلا يا حبيبتي، يلا يا ماما. خير يا اخوي. السلام. خد بالك من روحك. ربنا يستر اخوي. وين يا ولدي؟ طب اتفضل ادخل الاول وخد واجبك. واجب ايه؟ انا هاخده بيدي يا حضره الضابط. يا عم البلد فيها بوليس وفيها جنون ولازم يمشي على الكل. واحنا كمان لينا جنون وبرديك لازم يمشي على الكل. ايوه بس الكلام ده كان زمان ولازم نغيره. وبعدين مش يمكن اللي انت جاي تاخد بتارك منه ده يكون مظلوم. يعني ايه يا ولدي؟ ايه الحديد ده؟ انت كده بتقعد في عرض بنت عمك؟
ينقطع لساني لو كنت قلت حاجة. أنا مقصودش، بس أنت عارف زين ياما في ناس راحت ظلومة عشان كلمة قالت كده ولا كده. ده في عيلة نص رجالتها راحهم بسبب لعب عيال للكرة في الغطان. أنت لسه صغير يا ولدي، وبكرة تعرف إن العرف اللي احنا تربينا عليه ما ينفعش نغيره أبدا. أخوك حطوله حطوله حتى لو كان آخر يوم في عمري. اتمسى بالخير يا حضرة الضابط. طيب ادخل، ده انت أول مرة تجيلنا. الجيات كتير كتير قوي. يا ولدي يا ولدي البلد هتولع، في حد قاصد يعمل عداوة بيننا وبين عمك العمدة. وجات حكاية أخوك أدهم دي وزودت الطين بلة. مين له مصلح إنه يعمل كده يا أبوه؟ حد من برا النجع، حد مصلح. عن حاجة أدهم ساب لوكسور كلها وسافر. سافر وين؟ ومال كلمه يعاود تاني. هو مش هيعاود تاني، سافر مع البنت اللي بيحبها. سافر مع مين؟ واتجوزوا كمان. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقى احنا عمالين نحاول نحل وهو بيعجزها اكتر. ما فكرش ان الحكاية دي هتزود العداوة اللي في العيلة؟ يا ابويا أدهم معذور، انت لو مكانه كنت هتعمل كده. الواد لقي اخيرا البت اللي يحبها، اللي قلبه حس بيها وارتاح لها. واه تضحك علي يا ابوي. بضحك على الزمن يا سيف، على الدنيا. طب اعمل معروف، اخوي في ورطه، لو مش عاوز توقف معاه ما توقفش ضده عشان خاطري. ما تخافش يا سيف، كلم اخوك ادهم وقول له ابوك بيتمنى لك السعاده وبيقول لك الف مبروك ولو انه زعلان عشان ما بلغتوش. وقول له كمان ابوك بيقول لك لو احتجت اي حاجه بلغ. ربنا يخليك يا ابوي. انا نسيت اطلب لك حاجه، ولا ننزل وناكلوا مع بعض لقمه؟ لا خليها وقت تاني، انا حنزل لحالي دلوقتي. مالك يا ابوي؟ شكلك شايل هم الدنيا على كتافك. وفي اكتر من الهم اللي احنا شايلينه ده يا ولدي. لا الحكايه مش كده، احكي لي يا ابوي فتفضلي. احكي لك يا سيف، بس سيبني لحالي دلوقت، ولما يجي الوقت المناسب احكي لك كل حاجه. انا شايف ان احنا النهارده احسن كتير من الاول، بس يا ريت بلاش الزيارات الكتيرة عشان ما تسببلهاش ازعاج. ماشي؟ حاضر. طيب بعد اذنك. مع السلامه. شكر يا ست نهله، لو تعرفي انت خضتينا عليكي قد ايه. وبجد بجد انا كنت هموت من القلق عليكي. انا اسفه تعبتكم معايا وخليتك تسيب شغلك يا رفض. يا حبيبتي انت تعطليني زي ما انت عاوزه، انت اهم حاجه في حياتنا كلها. بابي اخباره ايه؟ بابا زي الفل، ما يبطلش سؤال عليكي. يا ستي مش مصدق كمان انك انت ما بتتصليش عشان انت مشغوله. كل اللي هو عايزه عايز يسمع صوتك ويطمن عليكي وبس. وانجي يا شريف؟ انجي ان شاء الله هنطمن عليه قريب كلنا. ما تقلقيش يا حبيبتي. Thank you.
شكلهم غريب، اطلع شوفهم ليكونوا من البلد عندكم. من راجع الهندينا؟ ربنا يستر. تعالى. يا عم كامل ورجالته. ربنا يستر. لم هدومنا بسرعه انجي. يلا. أنا هقابله واجي. لا هيقتلوك عشان خاطري ادهم، انا هبلغ لهم البوليس. السلام عليكم. عليكم السلام، أي خدمة يا بلدينا؟ في واحد هنا اسمه أدهم. أدهم؟ لا مفيش حد هنا بالاسم ده. كيف ده؟ زي ما بقول لك مفيش حد هنا بالاسم ده. ويلا يا بلدينا اتكل على الله وأنت والناس اللي معاك دول، عشان وقفتكم قدام العمارة غلط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي موقفك هنا؟ هني بسأل على واحد قريبي ساكن هنا. كل دول قرايبك؟ ايوه. ويا ترى السلاح اللي معاهم دوت مترخص؟ دول غفر يا باشا، وده سلاح ميري. يا عمدة وقفتك كده غلط، بالغفر بتوعك وبالسلاح كده مسببين قلق للناس. يا ريت مدام قريبك مش موجود هنا ممكن تاخدهم وتتفضل. زين زين يا باشا، السلام عليكم. يلا يا رجال. اهلا يا حبيبتي، احنا بنستأذنك مضطرين نمشي ونقول لك تصبح على خير. وانتم من اهل؟ لا يا رفا، روح انت وانا حبات هنا معانا النهارده. لا لا لا، انتوا تروحوا انتوا، انا مش هخرج من هنا الا ورجلي على رجل مراتي حبيبتي. لا يا حبيبي روحوا كلكم، ما يسهل هدات معايا النهارده. طبعا يا طنط طبعا. صباح الخير. وانتم صباح الخير. مش عايزه حاجه يا حبيبتي؟ صباح الخير. طب انا مايس باي باي. مالك من طنط؟ طنط تحبي اعمل لحضرتك اي حاجه تشربيها؟ لا يا حبيبتي ميرسي. انجي فين يا مهسا؟ ما اعرفش يا طنط. بصي يا مهسا، انا قوم وان شاء الله انت كمان في يوم من الايام هيبقى عندك اولاد وهتحسي بالاحساس اللي انا حاساه. انا ما كنتش متصوره ان رغبتي ليها انها ممكن تهرب مني. انا معاكي ان انا ممكن اكون غلطت، ممكن اكون اتسرعت، بس مش ممكن كان يخطر في بالي ابدا انها ممكن تعمل العمله دي. تسمعي لي اسال حضرتك سؤال، انت ليه رافضه ادهم؟ ده موضوع طويل. عايزه تعرفي؟ يا ريت. يبقى توعديني ان يكون سر بيني وبينك. اكيد يا طنطا هيكون سر بيني وبين حضرتك. ادهم وانجي، طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه يا رب؟ انجي، انا اكلم انجي. اكلم انجي؟ ايوه اكلمها. يا انجي، يا انجي ردي. سيف صح، سيف
سيف أرجوك، يا سيف أرجوك رد يا رب يا رب. رجعت في حديدك ولا ايه؟ بقول لك ادهم رجع وابوي رايح له ويمكن يتخه. انت هتتخلى عني ولا ايه؟ بقول لك ابوي يمكن يتخه ان انا كمان. بتقولي في يدك ايه تعمله؟ تيجي وتطلب يدي من ابوي وانا احاول اقنعه. الو الو حمدي 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 مين؟ حمدي مين؟ ادهم بريء يا ساريه، ادهم بريء. خبر عملت ايه يا مرك يا فرحه يا مري؟ هتقولي ايه؟ ادهم بريء مين اللي عملها يا بت؟ مين؟ تحدث يا بت! احب على رزقك يا عم، احب على رزقك انك تفكر بالعقل يا اخوي ونحلها. خلاص وقت العقل راح، الغلط جاي من عندينا واحنا اللي لازم نصلحها. وحد الله يا اخوي دي بتك كانت ديلوك بتي حتى دماغي في الطين، وهتفضل دماغي في الطين طول العمر. تعالي اسمعي ولي، هما كلمتين هنقولهم ليكي، لو طلعتي ورايا هيكون آخر يوم في عمرك، ولو خرجت من باب الدار ما تعودوش تاني. تعالي تعالي. أحب على رجلك يا عم، أحب على رجلك يا نعم. دناي هناك بنتي بتروح مني. يلا بنتي بص الناحية التانية. Oh.
تعال جنبي يا احمد، ما تخليش حاجه تفرق بيننا. ما فيش حاجه ممكن تفرق بيننا، واصل يا حاج. خير يا ابوي؟ بتضحك على ايه يا حاج؟ الدنيا تضحك عليها، هي اللي تضحك عليك. اخطرش في بال ابدا انه حياتي يوم اشترك وياكم في اللي صممتم عليه، جواز الولد بالطريقه دي. ايه يا ابوي، انت ندمان ولا ايه؟ لا ابدا والله يا ولدي، لكل اللي عند اللي جوايا راح انتهى بمجرد ما شفت الفرحة اطفت من عينين الولد والسعادة حواليهم من كل ناحية. ربنا يخليك ليهم دايما يا ابوي، ربنا يخليك. تعرف يا ابوي، انت مرة قلت لي كلمة، الكلمة دي عمرها ما راحت عن بالي واصل. كلمة ايه يا ولدي؟ قلت لي انه اي اب يتمنى يشوف ولده اسعد منه. اهي الكلمة دي هي اللي ادتني الامل انه حياتي اليوم اللي تحس بيا وبولادي وتخلينا ناجي كلنا هنا ونفرح وياهم وانت قاعد في وسطينا القعدة دي. الزمن، الزمن يا ولدي، الزمن بيغير، غيرني وغيرك وغير كل حاجة حوالينا، حتى الفراح شكلها تغير. قال لي قول لي صحيح يا ابوي، فرحك على امي كان شكله ايه؟ امك، امك انا اتفاجئت بيها ليله الدخله. كنتش اعرف اسمها. ابويا قال عليها امي راحت خطبتها. كانت النسوان تبقى في ناحيه والرجاله في ناحيه ثانيه. او جابوا مغنواتي قاعد يغني على الربابه طول الليل اغنيه واحده. اغنيه واحده طول الليل؟ ليه؟ اغنيه ايه دي؟ سلم علي، سلم علي، سلم علي لما قابلني وسلم علي. ولدي يا ولدي سلم علي، سلم علي، سلم علي لما قابلني وسلم علي. ولدي يا ولدي سلم علي، وسلم علي، سلم علي لما قابلني وسلم علي. يا ولدي سلم علي.